حاجة كبير لكن قبل ما تبتدي بساعة ده حرص على حاجتين انهم بيدوا بصوتهم يروحوا أشغالهم أما حرصي على الحضور وإبداء الرأي فلأني قريت الدستور مرتين حقيقة قريت هذا الدستور مرتين عشان أتصرف كل ما جاء هو جد أنه أحسن دستور اتعمل في تاريخ مصر لأنه دستور كل المصريين كل مواطن في مصر يفتح الدستور حلاقي نفسه هو العامل الفلاح أيضا تشخيص نسب محددة للتعليم التعليم العالي البحث العلمي والصحة لأول مرة مفيش دستور عملها قبل كده دول الأربعة دول متخصص فيهم 10% من الناتج القومي يعني حوالي 20% من اعتمادات الموازنة فبالتالي متوقعين نهضة تعليمية وارتفاع مستوى الصحي للمواطنين أيضا لاحظت باب الحريات في مجموعة كبيرة من المواد بتدي حريات للمواطنين وضمان لهذه الحريات دي وغيرها أسباب كثيرة جعلتني أحرص على الشركة في الاستفتاء على الدستور النهاردة يا فندم بالنسبة للمشاركة والمواطنين توقع حضرتك أعداد كبيرة ولا أعداد محددة نتيجة اللي ممكن تحصل أحداث عنف أو لا تحصل أحداث عنف ففي تخوف في الشارع لا مفيش تخوف ولا حاجة الناس كلها مطمئنة وإن شاء الله يتم اليوم على خير ويكفي إن إحنا شفنا نسبة المصريين في الخارج اللي قالوا نعم تتراوح من 95 ل 98 في انفجار من قليل بالنسبه لحادث محكمه الباب يمكن ده اثر بعض سمعت عليه ولا اهتميت كملت نفسي وجيت في طريقي وانا والمواطنين كلنا واقفين ولا اهتميت لي حاجات خزعبلات بسيطه يعملوها عشان يحاولوا يخوفوا الناس يعني ده مش هيقلل عدد الناس اللي هتنزل للاستاد لا اعتقد هذا الشخص مش خافوا بسيطه تعرف تسالوا سؤال يكون واضح شكرا